العدوان الإسرائيلي الأمريكي الغربي على قطاع غزة يتجه نحو المرحلة الثالثة من الحرب، ما يسميه العدو المرحلة الثالثة من الحرب. فهل هذا يعني أنه الجبهة اللبنانية الفلسطينية ستعود إلى الهدوء الذي كانت عليه قبل 8 أكتوبر 2023، أو لا في احتمال من هلأ لنفوت بالمرحلة الثالثة بغزة، للعدوان يفوت بالمرحلة الثالثة بغزة، تتسع جبهة أو رقعة العمليات العسكرية بالجنوب اللبناني، وتتحول العمليات العسكرية الموجودة حاليا، المعارك المستمرة منذ 8 أكتوبر حتى اليوم، أنها تتحول إلى حرب كبرى، حرب لا نحن بنعرف شبيه لها ولا كيان الاحتلال الإسرائيلي بيعرف شبيه لها. هذا السؤال بدي أحاول جاوب عنه بهذه الحلقة. من 8 أكتوبر لليوم شهدت الحدود اللبنانية الفلسطينية عدد كبير من العمليات في معارك مستمرة لم تشهد لها الجبهة اللبنانية الفلسطينية مثيلا، لم تشهد الجبهة اللبنانية الفلسطينية مثيلا لها منذ العام 1948، حتى بالفترة اللي كانت المقاومة الفلسطينية موجودة فيها بلبنان، وحتى بالفترة اللي كان فيها جنوب لبنان محتل، ما في ولا مرة شهدت الجبهة عمليات عسكرية متواصلة على مدى 109 أيام في بيناتهم أسبوع واحد هدنة أبدا. هذه أول مرة. الأمريكيين عم بيقولوا صلهم من تحديدا من النص الثاني من الشهر الثاني للحرب على غزة، عم بيقولوا أنه هني حريصين أنه النزاع ما يتمدد، وهني من أول يوم كانوا عم بيقولوا أنه أخذوا إجراءات عسكرية، جابوا حاملات طائرات، جابوا جنود على المنطقة، جابوا قاذفات استراتيجية حطوها بتركيا ليردعوا أعداء إسرائيل ويمنعون من شن حرب على إسرائيل. هذه معلنة القصة مش سرية. ومن نصف الثاني من الشهر الثاني من الحرب، يعني بعد شهر ونص من الحرب، بلشوا الأمريكيين يشيعوا أنه هن ضد النزاع وما بدهم تتوسع، وهن أصلا حريصين على المدنيين الفلسطينية، والأخبار هذه اللي هن أكثر حفلة علاقات عامة كانوا الأمريكيين عم يعملوها. وصار في جو بالمنطقة أنه أصلا المستوى العمليات العسكرية اللي عم بتصير بلبنان وباليمن وبالعراق وبغيرها من المناطق، أن سوريا كمان شهدت عدد من العمليات، أنه رح يضل بهذا المستوى. هذا الواقع أو هذا الكلام يناقضه الواقع. أولا بالعراق الأمريكي راح على تصعيد، باليمن الأمريكي راح على تصعيد، اليمن كان عم بينفذ عمليات ضد البواخر اللي رايحة على الموانئ الفلسطينية المحتلة وضد البواخر الإسرائيلية. إجا الأمريكي صار عم يعتدي على اليمن، عم ينفذ غارات، هو الأمريكان والبريطانيين عم ينفذوا غارات على اليمن، عم يعتدوا على اليمن. اليمنيين القوات المسلحة اليمنية ردت باستهداف سفن أمريكية وسفن بريطانية، سواء من تحديدا مثل ما صار الليلة الماضية لما استهدفوا باخرتين بتملكهم شركة ميرسك، ونقال عنهم انه باخرتين تجاريتين اني صح، ولكن حتى الشركة اعترفت انه هودي البواخر كانوا حاملين معدات لصالح الجيش الامريكي. فاليمنيين عم يستهدفوا، صاروا بواخر امريكية وبواخر بريطانية، وتحول البحر الاحمر الى منطقة عمليات عسكرية، وهذا الامر دفع عدد كبير من الشركات بالعالم انها تبطل تنفذ عمليات بحرية، تبطل تمرق بمنطقة البحر الاحمر. فعم أقول هذا الشيء، عم بضرب هذا المثل، المثل اليمني، لأقول إنه الأمريكيين هن أخذوا العمليات العسكرية في اليمن نحو التصعيد، وغامروا بأمن الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، رغم إنه أنصار الله كانوا ضابطين عملياتهم حصرا على السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى الأراضي، إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، ويلي ما كانت مأثرة على حركة التجارة العالمية، رغم انه الامريكان عم بيقولوا هني ما بدهم تصعيد، جروا اليمن والبحر الاحمر الى تصعيد. بالعراق كذلك الامر، راحوا نفذوا عمليات اغتيال ببغداد، نفذوا غارات بجرف الصخر، نفذوا غارات على الحدود السورية العراقية، هني كمان صعدوا. بلبنان الامريكان ما عم يتدخلوا، ولكن حركة النار في لبنان، حركة العمليات العسكرية من 8 أكتوبر لليوم هي حركة تصاعدية. بالأول المقاومة كانت عم تكتفي باستخدام صواريخ مضادة للدروع، بعدين استعمل والإسرائيلي كان مكتفي بالغارات اللي بنفذها طائرات المسيرة درونز، يعني
لاحقا المقاومة زادت وتيرة عملياتها، صارت تستعمل صواريخ وزنها الحربي أتقل، قدرتها التدميرية أكبر. الإسرائيلي صار عم يستعمل الغارات الحربية وعنده هدف وتهجير أكبر عدد ممكن من سكان الجنوب، صار عدد المهجرين بعشرات الآلاف. وأحيانا من وقت للتاني بيعمل غارة ما بتكون قريبة للحدود، يعني بعيدة 10-15-20 كيلومتر، مثل الغارة اللي صارت اليوم على موقع الجبور بين البقاع الغربي وجزين، رغم انه هذه العملية مرتبطة بعملية نفذتها المقاومة كمان اليوم باتجاه منظومة قبة حديدية ومنظومة دفاع جوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشمال فلسطين. وهي من المرات القليلة اللي بتستهدف فيها المقاومة منظومة دفاع جوي ومنظومة قبة حديدية، استهدفتهم بمسيرتين. هلا الإسرائيلي ممكن يطلع يقول انه هو ضرب مهبط الطائرات اللي على الجبور، الطائرات المسيرة يلي استخدم لإرسال المسيرات لضرب القبة الحديدية، فيه يطلع يقول هيك، ولكن مجرد ضربه الجبور هو بيكون زاح شوي، رغم انه ضرب قبل بجبل الريحان كان ردا على بين مزدوجين، ردا الإسرائيلي ليس لديه حق بالرد وليس لديه حق بالدفاع عن النفس حتى بموجب القانون الدولي. بس بجميع الأحوال هو بده يطلع يقول انه هذه ردا على اطلاق صواريخ دفاع جوي للمقاومة من منطقة جبل الريحان، او هو طلع ضرب قصف هونيك. بس المرة بعد شوي الإسرائيلي، يعني اللي عم قوله انه هو مسار تصاعدي للعمليات، وصل اليوم انه المقاومة تستهدف منظومة قبة حديدية ومنظومة دفاع جوي لجيش الاحتلال، بالمقابل جيش الاحتلال يستهدف منطقة الجبور ويستهدف بيت بالبيزوري. هذا الشيء عم قوله لدل انه اصل المسار التصاعدي بصرف النظر عن الاهداف، اصل المسار الحرب المعارك العسكرية بالجنوب هو مسار تصاعدي، ولكن هلا من اليوم لحتى نفوت بالمرحلة الثالثة او بما يسميه العدو المرحلة الثالثة من حربه على غزة، نحن قدام احتمال كتير كبير انه يزيد مستوى التصعيد عنا، لانه الاسرائيلي بده يحاول ياخد ثمن من المقاومة. هو شو عمل؟ اجا الامريكاني هدد المقاومة انه اذا انت بتشني حرب على اسرائيل نحن بدنا نتدخل ضدك، نحن وحلف الناتو كله. رغم هيك المقاومة فاتت بالعمليات، صارت تتنفذ هذه العمليات. الإسرائيلي عم بيحاول يشيل أهداف بمنطقة جنوب الليطاني من قدامه، مواقع الحافة الأمامية يستهدفها يدمرها. المقاومة كمان عم تدمر المواقع الإسرائيلية بداخل الأراضي، مواقع الجيش الاحتلال الإسرائيلي بداخل الأراضي الفلسطينية. الإسرائيلي بده ثمن أكبر، بده أنه المقاومة على الأقل تسحب قدراتها الصاروخية يعني المضاد للدروع اللي استهدفت في ميرون، صواريخ الكورنيت الجديدة يلي مداها بيوصل لحد 10 كيلومتر تقريبا او حتى 12 كيلومتر حسب ما بينقال. بدو هذه الصواريخ ان تبتعد عن الحدود، وطبعا معلن انه هو بدو قوات الرضوان تنسحب من منطقة الحدود، وهذا امر اعتقد انه غير ممكن تنفيذه، علما بانه القوة الأساسية لقوات الرضوان قد لا تكون في الجنوب حاليا لأنه هي مهام هجومية، وبما أنه الجيش الإسرائيلي نشر 3 فرق على الأقل ومعززة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، إمكانية الهجوم حاليا غير متاحة. فطبيعي هون عم حلل مش عم بحكي معلومات، فطبيعي المقاومة تسحب جزء كبير من قوتها الهجومية عن الحدود. بس هذا ما بيعني أن قوة الرضوان مش موجودة، لا موجودة، مثل ما قالوا بعض الإسرائيليين أصلاً هودي أولاد الضياع يعني، فما في حدا يجي يقولون نسحبه. لما إجا هوكشتاين على لبنان، الموفد الأمريكي هوكشتاين، بخلاف ما قيل من قبل عدد كبير من وسائل الإعلام، هو ما حكي بتطبيق 1701. هون فينا نفتح كمان هيك شغلة على جنب، ليش ما حكي بتطبيق 1701؟ لأن في كم تافه وتافهة بلبنان بيطلعوا بيقولوا نحن بدنا نطبق 1701 ونحن خرقنا 1701. هودي بيزيدوا على الإسرائيلي حتى وعلى الأمريكي. الأمريكيين والإسرائيليين سحبوا من التداول الجدي، مش التداول الإعلامي، سحبوا من التداول الجدي مسألة تطبيق 1701، لأن ببساطة الأمريكيين ما فيهم يجيبوا تعهد وما بدهم يجيبوا تعهد من إسرائيل بأن تحترم القرار 1701، لأنه القرار 1701 إذا بنلتزموا فيه الإسرائيلية معناتها ما في طلعات جوية في لبنان،
معناتها ما في طيارة إسرائيلية تطلع تصور، معناتها ما في طيارة إسرائيلية تطلع فوق الأراضي اللبنانية لحتى تعمل غارة على سوريا، معناتها إسرائيل بدها تنسحب من الجزء الشمالي من الغجر، بدها تنسحب من النقاط 13 المحتلة اللبنانية المحتلة، في 13 نقطة على الحدود محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي من قبل العدو الإسرائيلي، أو دي لازم ينسحب منهم بموجب 1701. فإسرائيل ما بدها تتعهد بتنفيذ واجباتها بموجب ما ينص عليه 1701، كرمال هيك هني والأمريكان سحبوه من التداول بالاتصالات السياسية. بس عنا بلبنان في كم تافه وتافه ليل نهار بيخبرونا أنه بدنا نطبق 1701. على كل حال هوكشتاين لما اجى على لبنان اجى حكي بانه في منطقة جنوب الليطانة قريبة من الحدود، هذه بدهم يضمنوا انه حزب الله ما يكون حاطط فيها صواريخ، وحكوا كمان عن مسألة جزء من قوات الرضوان انه قوات الرضوان بدها تنسحب، وانه هودي طرحهم. رجع بعدين طرح كان هدفه الاساسي هو بزيارته هو فصل الجبهة اللبنانية بكل تواصل مش بس بزيارته، فصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة. المقاومة قالت انه ما في اي بحث بكل ما يتعلق بالحدود اللبنانية الفلسطينية الا بعد ما توقف الحرب بغزة. فاجا هو قال انه لا، ما هي بدأت تنتقل للمرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة عمليا هي نهاية الحرب، بس بتكمل في عمليات عسكرية محدودة من وقت للتاني، يعني نبطل بحرب بنصير بعمليات عسكرية، وبالتالي هذا يوجب على لبنان انه يوقف العمليات على الحدود اللبنانية الفلسطينية. فبظل هذا التفاوض الاسرائيلي بده يضغط على المقاومة. كيف بده يضغط على المقاومة؟ بده يضغط على المقاومة بتوسيع نطاق ضرباته وبتوسيع حجم ضرباته، علما انه حتى اللحظة، حتى نكون عم نقرأ بواقعية، حتى اللحظة صحيح الإسرائيلي زاد كتير قوة النار، يعني صار إذا بس تطلع عليه عملية وعنده رصد عبر المسيرات، عبر المسيرات الصغيرة، عبر منظومة الدفاع الجو، الدفاع الصاروخ اللي عنده إياها بتحدد من وين طلع الصاروخ، صار بيطلع بيقصف، بيتعمد أحيانا يضرب بيوت لم تستخدم بإطلاق الصواريخ عليه، صار يتعمد التدمير، وصار بدل ما يقصف صاروخ بيضرب 6 صواريخ ليدمر البيت اللي مستهدفه واللي حواليه. فعم بيزيد قوة النار عنده كتير، وهذا الشيء متوقع انه يستمر بالمرحلة الجاية. لحتى نكون عم نقرأ بواقعية انه الإسرائيلي حتى اللحظة غالبية عملياته هي ضربة مقابل ضربة، رغم انه زاد القوة النارية كتير، يعني بس المقاومة تعمل عملية بيطلع هو بيقصف، بس يعني الغالبية العظمى في كذا عملية لا نفذهم هو ضربات بدون ما يكونوا بين مزدوجين ردا على عملية قامت فيها المقاومة. فرغم ذلك يلي هذا زائد هوكشتاين بيوحوا انه الإسرائيلي يتجه نحو التهدئة ولا يتجه نحو التصعيد، يعني أداء الميداني يوحي بهيك مع إظهار الكثير من القوة. والحكي السياسي الأمريكي كمان بيوحي أنه رايحين إلى خفض التصعيد، ولكن بالقراءة السياسية نشوف أنه نحن قدام مرحلة شديدة الخطورة. ليش خطرة؟ لأنه هي مرحلة المفاوضات النهائية، والإسرائيلي بده يستعمل فيها أكبر قدر ممكن من الأوراق لحتى يضغط على المقاومة لتنفذ طلباته المرتبطة بما بعد باليوم التالي للحرب. هذا الشيء يوجب على المقاومة أن توسع مدى عملياتها، أن توسع لما هو يوسع مدى عملياته هي بدها توسع مدى عملياتها، لما هو يزيد القوة النارية المقاومة بدها تزيد القوة النارية، والتحول إلى ضربة مقابل ضربة، ضربة كبيرة مقابل ضربة كبيرة، هذا ينذر بالتدحرج نحو مواجهة كبرى، نحو حرب شاملة، في حال أخطأ الإسرائيليون والأمريكيون الحسابات واعتقدوا أن حزب الله لا يريد الحرب وأنه لا يريدها بأي ثمن. إذا وصلوا لهذه القناعة هذه بتكون قناعة شديدة الخطورة، شديدة الخطورة،
لأن هذه بتورط بحرب حتى لو كان الطرفان والأطراف الثلاثة لا تريدها. يعني حتى إذا كان حزب الله ما بده حرب والإسرائيلي ما بده حرب والأمريكاني ما بده حرب، في احتمال نتيجة هذه الضغوطات اللي ستمارس بالمرحلة المقبلة أنه الإسرائيلي يجر حاله ويجرنا على حرب لا يريدها أحد. فكرمال هيك الإجابة على السؤال الأول، هل الاتجاه نحو المرحلة الثالثة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيعني خفض التوتر في لبنان؟ الجواب هو لا. من هلأ لنفوت بالمرحلة الثالثة، من بعد ما نعرف شو هي طبيعة المرحلة الثالثة، من نعرف بالتحديد، من هلأ لنشوف تهدئة حقيقية بقطاع غزة ومنشوف توقف الحرب على قطاع غزة، من هلأ لوقتها بلا احتمالات التصعيد عم بتزيد يوم بعد يوم، وصولا الى احتمال انه يوقع العدو بحسابات خاطئة تؤدي الى اشتعال الحرب.